تعلمنا من أهل العلم أن من هدي السلف بغض أهل البدع، يقول حتى ومعاملتهم بغلظة، حتى ذكر لنا قول أحد السلف أن من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم الإسلام. كيف نوفق بين هذا وبين القول بأن المبتدع الذي بدعته لا تخرجه من الإسلام يحب من وجه ويبغض من وجه؟ أي نعم، ما يبغض بغضا خالصا. المبتدع ما دام أنه مسلم ما خرج من الإيمان يحب من وجه ويبغض من وجه. نعم.